نعم، هذا ما خافه الرسول صلى الله عليه وسلم على أئمة المضلين من علماء الضلال ودعاة الشر، الدعاة، دعاة الضلال ودعاة الفتنة، وما أكثرهم يتسمون بالدعوة إلى الدين وهم يدعون ضد الدين، يلبسون على الناس. هذول خطر والعياذ بالله، خطر على المسلمين. هذه واحدة يخاف الرسول منهم. نعم. وإذا وضع السيف في أمتي، وهذه الثانية، إذا وقعت الفتنة فإنها تستمر فيهم، وقد وقعت بقتل عثمان رضي الله عنه. لما قتلوا عثمان انفتح باب الفتنة على المسلمين، ولا يزالون إلى أن تقوم الساعة والفتن بينهم. نسأل الله العافية.